وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ عامل الله ايه؟ يسلم خاطرك، اتفضلي. ألف ربنا يبارك لك يا شيخنا، أنت كنت جزء كبير الحمد لله، ربنا بعتك ليا في علاجي مبدئيا ما شاء الله، بس الحمد لله، المأذية، بارك الله فيك. وتابعت حضرتك من على اليوتيوب. ما شاء الله، ليا سؤال عند حضرتك، أو اتفضلي. كذا سؤال. أول سؤال، أو أنا عاوزة أعمل الورد للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه أفضل صيغة؟ عشان في الصيغة الإبراهيمية بتبقى أطول، طيب فأنا عاوزة أعمل عدد أكبر. طيب ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا عندي ابن أختي، عشان بس وقت برنامج حضرتك في الأزهر، إحنا في الكينج، محافظة اسكندرية، إحنا في الكينج، فرجاء يعني بنشر رجاء الرسالة دي من عن طريق حضرتك للأزهر، يهتموا بيهم شوية، ما بياخدوش قرآن. الأزهر عندنا رايح في داهية، إحنا بنحاول ندخل كمان أخوه معاه، كنا مدخلينه السنة اللي فاتت وهنعمل تحويل. أنا نفسي قال أختي يدخلوا أزهر، أنا كان ما دخلتش. طيب، ها، طيب ماشي خلاص، خلينا نقول الشبكة قطعت. ماشي ماشي، نورة بتسألني على ورد للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فبقول لها يا نورة الورد اللي يريحك، خلاص كده مش مهم العدد، المهم أن يتحرك قلبك أثناء الصلاة. فبعض الناس يحب الصلاة الإبراهيمية ويتحرك معها، بعض الناس يحب الصلاة التفريجية أو النارية ويتحرك معها، بعض الناس يقول صلي على النبي، واحد تاني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ليس مهما العدد، إنما المهم أن يتحرك القلب ليترك أثرا، ليأخذ أثرا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نورة بتتكلم على حتة وإن كانت في توبي، اللي هي الأزهر. وشوفي أنا يعني ما أحبش أقول هذا الكلام، ولكن للأسف الأزهر في التعليم شأنه شأن العملية التعليمية كلها، أصابها الضعف والوهن وأصابها الكبر. وعلشان كده بقول لأي حد نصيحة لله، اللي عايز يدخل ابنه أزهر، حضرتك انت هتبقى الاساس في البيت، حضرتك هتبقى الاساس في البيت، وتفهم الولد كده ان احنا يا حبيبي نظرناك لله، لا ليك طفوله ولا ليك شباب ولا ليك اجازه ولا ليك راحه. انا بقول لكم الكلام ده بما يرضي الله، علشان بس ما تبقاش انت حضرتك متحامل على ابنك. وانا دايما بجبر ابني يخش في ابتدائي ازهر، لازم عند ما يعدي ستة ابتدائي أسحب الملف وأسيبه في بيتي وأقول له والله يا حبيبي الآن صارت الكرة في ملعبك، عايز تخش أزهر كمل، مش عايز أنت حر، ولكن لا مفر من القرآن. ليه؟ لأن أنا بأشفق على طلبة الأزهر. إحنا عندي اتنين في الأزهر محدش فيهم خد أجازة خالص نهائي، خلصوا بدأوا ورد القرآن الجديد، الحفظ الجديد، بدأوا المواد الشرعية الجديدة، بدأ بقى لهم شهر ونص بدأ المواد العلمية. ليه؟ لأن هكذا الأزهر لابد من أن يجد رجالا، والعون في البيت. وأتمنى أن الشيخ الأزهر مولانا الإمام الأكبر أن ينظر بعين الاعتبار إلى العملية التعليمية في الأزهر، وأن يصلح الله حال التعليم في الأزهر كله.